في نكتة إسبانية بتحكي إنه مرة بتحكي لجارتها: بتعرفي روبرتو اللي بقالته بآخر الشارع؟ حكت لها: آه شو ماله؟ حكت لها: شخص كثير سيء، لا تتعاملي معه. فبتسألها ليش؟ بتحكي لها: عشان أنا قبل يومين مرقت من قدام بقالته فناداني لجوا واغتصبني، ومبارح مرقت من قدامه كمان مرة ناداني لجوا واغتصبني كمان مرة. اليوم المساء في احتمال أمر من هناك ويمكن كمان يناديني ويرجع يغتصبني كمان مرة. مش عارف صراحة شو علاقة هاي النكتة بالموضوع، بس أنا كنت بدي أحكي عن الجرائم الكثير صارت بالفترة الأخيرة وكانت ضحاياها في معظم الأحيان النساء. فمن أب قتل بنته بحجر، رجل قتل مرته ضرب، زلمة خزق عيون مرته، عشريني قتل أخته لأنها عملت حساب على الفيسبوك. يعني مجموعة من الجرائم الغريبة نوعا ما، ولكن الملفت في كل هاي الجرائم إنها دائما بتثير سخط الشارع. دائما العامل المشترك بين هاي الجرائم إنها بتثير سخط المجتمع أو سخط الشارع، وكأنه هذا الشارع بيكون مسكين قاعد لا إله ولا عليه، وفجأة هاي الجريمة بتصير وهيك بتقض مضجعه وبتثير سخطه. مش إنه هذا الشارع بيشبه كثير المرة اللي قبل شوي حكينا النكتة عنها اللي بتروح عند روبرتو كل يوم وبيغتصبها. شارعنا هذا هو نفسه بيروح كل يوم عند نفس حراس الفضيلة أو مدعي الأخلاق والمحافظة عليها عشان يغتصبوه كل يوم، وعشان كل يوم يكون وجودهم سبب في هاي الجرائم وتسويغها وإيجاد مبررات إلها. هم نفسهم اللي بيطلع يحكي لك ابصر شو عاملة، هو نفسه اللي بحط هيك صورة وبيحكي عنها دعوة للانحلال، وبعديها بيومين برجع بحط هيك صورة والناس بتقول له برافو عليك والله الله يسعد هالصباح. ليش؟ لأنه إحنا ذاكرتنا قصيرة، وطالما أنه ذاكرتنا قصيرة وما بنحفظ لهذول الناس مواقفهم بعمرنا ما رح نقدر نكشفهم، ورح نضلنا كل يوم نمرق من قدام دكان روبرتو وصحة وهنا عقلبه.